مساء الخير عليكم كل مشاهدينا في كل مكان. هكون معاكم حبيبة عبد العزيز في برنامجنا فنان مش مشهور. النهاردة عندنا ضيف مميز برغم صغر سنه ولكنه ماشي ورا حلمه، عنده حنجرة ذهبية من أبناء محافظة الشرقية. ضيفنا النهاردة عبد الله كريم، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عرفنا بقى كده على نفسك واسمك وسنك. أنا كريم عبد الله البرنس من الشرقية مركز زيهية، سني 17 سنة، موهبة الغنى. موهبتك الغنى. في سنة كام يا عبد الله؟ انا في اولى صنايع فن صناعي. طيب كلمنا كده، امتى اكتشفت جواك موهبه الغنى؟ والله من وانا صغير كنت بغني ووالدي اللي اكتشفني. يا باباك اللي اكتشفك. طب لما بتغني مثلا في المدرسه بيبقى ايه رد فعل زمايلك؟ وفرحانين بيا ومبسوطين بيا وبقول استمر وكمل في المشوار. يعني مثلا حد من اساتذتك سمعك ليك اي نشاط مثلا في المدرسه بتنمي بيه موهبه الموسيقى جواك؟ كنت بطلع في الإذاعة المدرسية أقول أناشيد دينية. بتقول أناشيد دينية. طيب يعني قولي مين بقى الداعم النفسي ليك؟ مين أكتر حد بيدعمك؟ والدي والدك مؤمن بيك هو وكل حاجة. بيدعمني على طول. طيب ايه بقى أنواع الطرب والأغاني اللي أنت بتحبها؟ أنا أحب أغني الأستاذ مدحت صالح والأستاذ أحمد عدوية والأستاذ محمود الليسي. بحب أغني للمطربين الشعب الأستاذ رضا البحراوي بتحب الشعبي والمواويل. طيب ممكن تسمعنا حاجة كده؟ ماشي، ممكن نسمع حاجة أستاذ محمد رشدي. اتفضل. الصبر الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما بنام، لو غبت عدوا الليالي، لو غبت عدوا الليالي واحسبوا الأيام، وما تحسبوش جفنا عيني يا عيني يا عيني يا عيني من بعد الحبيب بينام، وما تحسبوش جفنا عيني يا عيني يا عيني يا عيني من بعد الحبيب بينام، وفي ايديا المسامير وفي قلب المسامير، والدنيا غربتني وانا الشاب الامير، رمشك خطفني من اصحابي وانا واد صياد، لفيت بلاد وبلاد وبلاد، اتيك ساكنه الناحيه دي، يا سلام يا ولاد، مين كان يقول البصادي تصطاد صياد، اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس، مراكب اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس، مراكب ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدوية عدوية. هاي الحلوة قوي، برافو عليك. قول لنا كده مين قدوتك في مجال الفن؟ أستاذ محمود الليسي. أستاذ محمود الليسي. طب لو هو شايفك دلوقتي تحب تقول له ايه؟ بقول له انا احب نفسي ان انا اكون معاك وان انا اعمل الاغنية معاك. نفسك تغني معاه؟ طب يعني يا رب يكون سمعنا وهو نفسه انه يغني مع حضرتك. قول لنا كده يعني امتى بدأت مشوارك الفني؟ امتى حطيت لنفسك هدف ان انا لازم هبدأ في المجال ده وهبقى حاجة؟ وانا اما والدي اكتشفني يعني حبيت المجال اكتر، وتعرفت على ناس صحابي عندهم استوديو كده فحبوني في المجال اكتر، فحبيت ان انا اكمل. يعني انت عملت اغنية او حاجة ولا لسه ما عملتش حاجة؟ كنت بجهز. لا بجهز دلوقتي. بتجهز لاغنية؟ اغنية برضو في الريتم الشعبي يعني. طيب يعني والدتك بقى بيبقى ايه شعورها كده؟ بتبقى مبسوطه بيا ويعني بتدعمني على طول. طيب يعني كلمنا كده، قول لنا مين هو قدوتك في الحياه؟ في المجال ولا لا في حياتك بقى، في حياتك العام؟ استاذ محمد استاذ حمد هلال. لا في حياتك انت، يعني مين من عيلتك مثلا هو القدوه بتاعك نفسك لما تكبر تطلع زيه؟ والدي. والدك ربنا يخليه لك، انت واضح ان انت متعلق بيه جامد. اه طيب سمعنا بقى حاجه كده، اكتر اغنيه انت بتحبها. اغنيه للاستاذ مدحت صالح. اتفضل. ناس
نازل وانا ماشي عالشوق برجليا، وانت السبب يابا ياللي خلت بيا. لا فرشت لي بستان ولا حتى بر امان، لا فرشت لي بستان ولا حتى بر امان، اعيش علي انسان والدنيا في ايديا في ايديا. وانا لما جيت من الغيب العدل كان كيفي، والحق كان مطمعي، والحب كان سيفي. انا لما جيت من الغيب العدل كان كيفي، والحق كان مطمعي. مع الاسف يابا الدنيا دي غابة، مع الاسف يابا الدنيا دي غابة، ملناش مكان فيها يا عيني يا وعدي عالمجرمين بعد، يا عيني يا وعدي عالمجرمين بعدي، عالطيبين فيها عالطيبين فيها. صوتك حلو وفي احساس، يعني في احساس كده جواك، فممكن حد يعني ممكن تقول لنا البيئه اللي انت عايش فيها هي اللي اثرت فيك؟ يعني انت مثلا من ابناء محافظه الشرقيه، ممكن حد من هناك يكون، طب في فيديو معانا وهرجع لك تاني، يعني نطلع نشوف. يعني ليله يعني ليله عين عين خطفني من اصحابي وانا واتصيّر، اتاري كيساتنا الناحية دي، يا سلام يا ولاد، من كان يقول البصادي تسنى تصيّر، دوار يا منسين الشوق دوار، يا ملففني كذا مشوار، عدوية عني ليلي. يعني اتكلمنا كده عن السوشيال ميديا في حياتك، يعني انا في الاول قبل ما نشوف الفيديو كنت بسالك هل مثلا ابناء محافظتك او اهلك اللي عايشين حواليك بيشجعوك ان انت تعمل حاجات على السوشيال ميديا والكلام ده؟ طب كلمنا كده، بيشجعوني ان انا اكمل في المشوار. طيب بالنسبه بقى للسوشيال ميديا، عندك مثلا بيج معينه؟ هل بدات ان انت تعمل صفحه خاصه بيك تنزل عليها فيديوهاتك؟ يعني في الابلكيشنز البرامج الجديده اللي نازله، استغلت صوتك وموهبتك في السوشيال ميديا لسه ولا لا؟ استغلتها وبدات ان انا انزل على مواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله يعني بقيت ان انا اكمل. يعني انت عملت صفحه خاصه بيك؟ طيب انا عايز اعرف بقى ايه هواياتك، عايزك تكلمنا عن نفسك كده، يعني قول لنا مين هو انت، عرفنا على نفسك. كريم عبد الله البرنس، انا بحب المزيكا جدا، ويعني بحب الاستاذ محمود الليسي، وبحب المجال، ويعني انا نفسي اكمل فيه بحاجه كبيره ان شاء الله. شايف نفسك فين بعد 5 سنين ان شاء الله؟ يعني حاجه حلوه ان شاء الله، ربنا يكرمني ان شاء الله. طب فكرت ان انت مثلا يعني عن طريق السوشيال ميديا يبقى لك جمهور كبير او حاجه؟ يعني ليه ما حاولتش ان انت تنزل فيديوهات اكتر وتعمل حاجات اكتر تستغل فيها صوتك؟ والله انا نزلت كتير، بس يعني ماشي واحده واحده، يعني على حسب كل ما بنزل اكتر، يعني بلاقي الحمد لله تفاعل كتير على الفيديوهات اللي بنزلها. عندك تفاعل يعني على السوشيال ميديا؟ طيب عايزك كده تسمعنا أغنية تانية تكون برضو مفضلة كده ليك. تمام، في موال الأستاذ محمود الليسي اسمه طول العمر. طول العمر؟ اتفضل. عينا ليلة عينا ليل، يا عينا ليلة
البت قالت لابوها يابا سترني استرني لاجل النبي، قال لها يا صبية عندي من العرسان واحد واتنين وتلاتة وزيادة، الاولاني كتير المال وزيادة، والتاني يا بنت امور البنات هتتجنن عليه مرة واتنين وتلاتة وزيادة، والتالت يا بنت لحلت مه ولا جه ولا اي حاجة. قالت له يا بشرني نورني انا ما اعرف عن سوء رجال حاجة، قال لها خدت كتير المال هيزيدك طول العمر وزيادة، وان خدت العمور هتتعكسب في كل مكان وزيادة، خدت اللي مش لاقياك هيشيلك الهم طول العمر وزيادة. قالت له يابا انت ما تعرف عن سوء الرجال حاجة، ان خدت كتير المال عشان معاه فلوس يتجوز عليا واحدة واتنين وزيادة، خدت الأمور هيعرف عليا واحدة واتنين وتلاتة وزيادة، خدت اللي مش لاقياك مادام الصبر موجود والحب موجود والإخلاص موجود، هنعيش في سعادة وحب طول العمر وزيادة. هاي صوتك حلو جدا. طب انت لسه عندك 17 سنة، بالنسبة لطبقات صوتك هل انت فكرت ان انت تتدرب عليها او تتعلم في الموسيقى، ولا انت ماشيها كهواية بس كده؟ لا انا ماشي بها كهواية. ما فكرتش ان انت تروح تتعلم ويعني وتزبط اكتر طبقات صوتك بالنسبة لانك لسه 17 سنة، فطبيعي ان صوتك هيتغير برضو. تمام، برضو بفكر برضو ان انا اكمل في المجال وبعرف فيه اكتر، ان انا ما اكون محترف اكون عارف ان انا ازاي المقام لمقام واكون يعني متمكن في المجال. يعني انت مثلا وانت في البيت هل بتشتغل على تمارين لصوتك والكلام ده، ولا انت يعني مجرد بس موهبة فما بتحاولش ان انت تشتغل عليها اكتر واكتر؟ لا انا في البيت شغال عليها، يعني بحاول ان انا اشتغل عليها واطور منها اكتر واكتر. يعني طب انت لو مثلا فزت في مسابقه غنى هتحاول تعمل ايه؟ مثلا نفسك تقدم في مسابقه معينه ولا؟ يعني فكرت الصراحه ان انا اقدم في حاجه زي كده، بس يعني مش كان قدامي الفرصه. لسه ما عندكش الفرصه ان انت تقدم في مسابقه غنى؟ لسه عايز اطور من نفسي اكتر واكتر. ايوه اكيد طبعا. طيب يعني لو نجحت تقوم، لو نجحت في المسابقة وبعد لما دخلت المسابقة ونجحت، ايه بقى اللي انت هتقوم بيه؟ هتعمل ايه؟ هعمل حاجات كتير، يعني زي احترف اكتر في المجال واكون يعني حابب ان انا اكمل واطور من نفسي عشان اداني موجود، واشتغل على نفسي اكتر. هتفضل ان انت تشتغل اكيد طبعا. لازم ان انت تشتغل على نفسك اكتر واكتر. طب انت مجرد بس ان انت بتغني شعبي، ده ايه رد فعله حواليك؟ في يعني حد مثلا بيقول لك تعالى غني لنا انت وانت قاعد مع صحابك، ايه بقى؟ هو في صحابي ايوه يعني بنروح عنده في البيت ونغني كلنا مجموعه مع بعضنا كده، بنغني مع بعض. نغني استاذ عمر كمال، نغني نجوم كتير، بنغني لها ونكون صحبه كده مع بعضينا ونغني ونصور وننزل على السوشيال ميديا. طب قول لنا كده اغنيه من اللي انت بتغنيهم مع صحابك. مثلا عمر كمال، نغني عمر كمال. ويلي يابا من الغربة ويلي، ويلي 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 ويلي، بعد سنين في الغربة شافون قالوا لي جايب ايه من برا، قلت يا ريتهم لو سألوني انا في الغربة بكيت كم مرة، جبت حاجات من اللي يحبوها، جبت فلوس ويا ريت ياخدوها ويردوا لي شباب ضاع مني وسنين مت وهم عاشوها، على ايه بس يا ناس حاسديني وش اما فيكم اسعد مني، انتم عشتم احلى سنينكم وانا في الغربه ما عشت سني، انا الكبير قبل اواني وبخت للغربه انا ماني، خدوا مني كل اللي جمعته وارجع صغير من تاني، انا راح عمري الم وطموع، انا عدت سفر ورجوع، وان فكرت اضحك من قلبي قلبي الغربه يقول ممنوع.
هايل، برافو عليك. كلمنا بقى كده عن دراستك والغنى، يعني انت ازاي عارف توفق بين دراستك وبين الغنى؟ انا بفرق بين الدراسه وبين الغنى، فانا يعني بفضل الغنى، يعني شغال اكتر عليه من الدراسه يعني. طب ما انت لازم برضو يعني تشتغل على الدراسه والغنى، يعني هل انت عارف ان انت توفق ما بينهم، يعني ما تاثرش في دراستك وفي نفس الوقت برضو انت ماشي على هوايتك؟ بوفر الوقت في الدراسه وفي الغنى، وبقدر اوفق بينهم، ان انا اكون في وقت بغني وفي وقت تاني اكون في الدراسه. يعني انت كويس في المدرسه، الحمد لله. حلوه يعني. طيب قول لنا مثلا كده، وانت قاعد لوحدك بتحب تعمل ايه؟ اغني برضو. برضو جون. اه. طب اكتر موقف وانت صغير فاكره ومؤثر فيك؟ مفيش صراحة مواقف أصلا. مفيش أي مواقف خالص؟ مفيش أي حاجة؟ ما أكلتش علقة وأنت صغير مثلا؟ لا على كتير. حاجة؟ طب احكي لنا كده مثلا عملت إيه؟ أنا كنت في مرة كان والدي مودينا أتعلم في النجارة، فمش كنت حابب الشغلانة دي أصلا يعني، فكنت صممت إن أنا مش هروح، خدت يعني علقة محترمة يعني. ده اللي هي أكتر حاجة دي أكتر حاجة مش فاكرها. هنساها يعني. طيب طبعا كل واحد وهو في بداية طريقه بيقابل حاجات إيجابية وحاجات سلبية، ناس بتبقى آرائها سلبية وبتأثر فيه، ناس طبعا بتشجعك وبتبقى إيجابية. قولنا كده في مواقف السلبية اللي مرت في حياتك كانت إيه؟ أكتر حاجة أنت اتضايقت وقتها جدا وأثرت فيك. كان واحد صاحبي يعني قال لي في مرة أنت مش هتنفع تغني، أنت مش لك صوت، ويعني أحبطني جامد يعني، فالموقف ده أثر فيا يعني. طب وأنت بتغني على الهوا بقى حابب تقول له إيه؟ حابب اقول له انا بيك من غيرك ان شاء الله ربنا يكرمني، ان شاء مش الله شاممني ربنا رايك يكرمك. يعني. هو طبعا الواحد علشان ينجح لازم ان هو اي حاجه سلبيه في حياته، اي اراء سلبيه هو ما يبصلهاش اصلا، ما بهتمش بكده. ده طبيعي. طب والناس بقى الايجابيه اللي كانت بتشجعك برضو تقول لهم ايه؟ كتير، هما كتير يعني، صحابي احب اشكرهم، هما بيدعموني ان انا اكمل وواقفين معايا. انت عندك اخوات؟ طب يعني رايهم فيك ايه؟ بيساعدوك ازاي؟ هما بصراحة بيدعموني ومبسوطين بيا يعني ان اكمل في المشوار. يعني انت لقيت تشجيع من كل اللي حواليك؟ كله الحمد لله يعني، رضا من الله ان كل اللي حواليا بيشجعني ان انا اكمل. طيب الحمد لله. طيب سمعنا بقى حاجة تانية كده. اسمع حاجة رضا البحراوي. تمام كده. ابتدي تعبني يا صافية وقلبي طايب طمع فيا، عملت خير في ناس كتير كتير، للأسف قلبوا عليا قلبوا عليا، كان كل حلمي أعيش طمعان في لقمة عيش مع ناس ما رحمتنيش، ظلموني ولعبوا بيا، عمري ما فكرت اخون اخون، كل هم اخلص واصون، عندي قوه الف راجل بس طيب ما افتريش، ضحكوا على قلبي النضيف، عملوا مني انسان مخيف، ضيعوا الحلم البريء، قتلوا طبت عشان اعيش. طيب قول لنا كده، انت تعرضت للظلم في حياتك؟ كتير. انت لسه صغير طبعا ولسه هتقابل كتير ولسه هيبقى قدامك الطريق طويل جدا، بس يعني اكتر حاجة حسيت ان انت مظلوم قوي فيها؟ لما بلاقي حد مش بقدر اللي انا بعمله. زي ايه يعني؟ يعني احكي لنا موقف. انا كنت مثلا بجتهد في الغنى وكده ومش حد بيقدرني يعني، الاقيه بيحبطني مش بيديني امل. ما انا قلت لك بقى، يعني هو المفروض ان كل بني ادم وهو طالع في طريقه ملوش دعوه بالكلام السلبي ولا الناس المحبطه، انا قصدي يعني موقف انت تعرضت فيه للظلم فعلا كنت حسيت ان انت مظلوم. لا. ولا ما حصلش الحمد لله؟ لا ما حصلش موقف زي كده. ما اتظلمتش في حياتك ابدا؟ مش حصل لي موقف زي كده. طيب قول لنا يعني، انت لما حابب تبقى مغني وحابب تبقى مطرب كبير هتفضل برضو على الريتم يعني اللون الشعبي بس، ولا هتحاول انت تغير وتغني كل الالوان؟ وانا يعني هشتغل على نفسي الاول في الشعبي واما احترف فيه، يعني احاول ان انا اغير من الشعبي لكذا حاجه يعني.
يعني عايز تغني كذا لون. اه طب انت بتعرف تغني الوان تانية ولا انت حاليا بتحب الشعبي بس؟ انا حاليا في الشعبي. بتحب الشعبي. طب قولنا كده اغنية برضو تحب تسمعها كده وانت في مود حلو وكده يعني. تمام ماشي. عينا ليلة ليل عينا ليلة عين وراحوا الحبايب بقالهم عام والتاني راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني ربطنا على البعد ولا راجعين تاني راحوا الحبايب صباح الصباح يا ليل وراحت عليك بدري كل الخلايق بتقول وانا اللي لم ورق بدري. معانا تليفون ليك عبد الله. الو حنا يوسف من العاشر من رمضان. الو معاك يا عبد الله حنا يوسف من العاشر من رمضان. اهلا وسهلا بحضرتك، ايه رايك في صوت كريم؟ انا كنت رحت الغربه في العراق ففي موقف عايز اتكلم عنه. اتفضل معانا. حصل معايا بعد ما تعينت مدرس وسافرت العراق، طبعا كان عندي طفله الام كانت حامل، فالطفله دي ماتت وانا في العراق كان 8 شهور. الله يرحمه. زرعت فيا حزن لغايه الان مش قادر انساه، سني 65 سنه. يعني دي تحت 30 سنه من ساعه ما سافرت العراق مش قادر انسى الموقف ده. ربنا يصبر. انا كان عندي ان انا اكون في البلد احسن ما اكون في العراق عشان اتابع بنتي، ولا الدكتور كانت من نفس الاكسجين والنص الاكسجين كان في المستشفى في الدور الاخير والام كانت لوحديها. فالموقف ده حصل معايا فعلا وانا بحكيه، وطبعا اولادي زي كريم كده، بحب كريم واحب صوته واشجعه انه يوصل ويكمل دراسه وغنى، ما يسيبش الدراسه ويأكد على الدراسه قبل الغنى وبعدين الغنى، لان انا كنت بتربيه وتعليم مدرس وموجه ونفسي يبقى حاجه كبيره في البلد ان شاء الله. شكرا لحضرتك والاتصال. الغربه لا، قول له الغربه ملهاش قيمه. شكرا. شكرا لحضرتك. طبعا انت سمعت ان دراستك مهمه جدا، وشكرا ليك يا كريم نورتنا وكنا مبسوطين قوي بيك، وان شاء الله ربنا يكرمك ونشوفك كده حاجه كبيره جدا ان شاء الله. شكرا ليكوا وان شاء الله استنونا في حلقه جديده. شكرا.